بدي صبح بطلال الزيني، هو متطوع وصانع محتوى ومعنا من الريحانية. يا صباح الخير. صباح الخير. يا صباح الورد، يسعد صباحكم. يعني مثل ما بنعرف كثير حلو التطوع، وايضا انشطه اللي عم تقدم لاطفال الايتام، اكيد هذا الشيء يعني ترفع له القبعه، واكيد احنا بنتمنى انه تستمر مثل هي النشاطات. لكن على طول بنشوف يعني انشطه بتستمر ليوم واحد، ممكن يكون مشروع دعم الايتام لكن ما يكون مستدام، فلما بنعطي شغله للطفل بعدين نسحب منه فاكيد هذا الشيء مؤذي. كيف ممكن احنا نحول فكره التطوع لشيء مستمر، والانشطه وايضا الدعم للايتام لشيء ايضا مستدام؟ اولا يسعد صباحكم جميعا، صباح المشاهدين. نحن كفريق تطوعي بارض الواقع موجودين، تركيزنا الاساسي عم بيكون على نجيب اشخاص مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي لحتى نوصل الصوره هون اللي موجوده بالمنطقه، اللي هي المناطق الحدوديه بين سوريا وتركيا. كل الانشطه التطوعيه اللي عم بتصير سواء الدعم النفسي او الترفيهيه هي وسيله لغايه اكبر. الغايه عم بتكون انه نحاول نكفل هذول الايتام، نحاول نقدم لهم، نحاول نفتح لهم مراكز صغيره تقدر تقدم لهم مجالات الدعم النفسي، التعليم، تعليمهم حرف مهنيه. يعني مثل ما شايفين هون الاطفال كلهم موهوبين، عندهم مهارات الرسم، عندهم يعني صفات ابداعيه كثيره، بس بيحتاج مين يكفلهم، بيحتاج مين يامن لهم فرص لحتى يقدروا يتعلموا ويطوروا مهاراتهم. فكل هاي النشاطات عم تصير هي وسيلة لهي الغاية. حلو. طلال، ليش اخترتوا الريحانية بالذات؟ وهل في معلومات مثلا عن عدد الأيتام فيها؟ شو وضعهم بشكل عام؟ وهل في دور للأيتام؟ هلا أرقام صحيحة 100% ما عندي فكرة، ولكن الأيتام معروفة، مدينة الريحانية معروفة بمدينة الأيتام. تقريبا أغلب الأيتام الموجودين هنا ومع امهاتهم اجوا من مناطق اباتهم من فقدوا. فهلا ما فيني اقول دور، ولكن سكن الايتام ما فيه، يعني في كثير ايتام هون موجودين بهي المناطق ما عندهم، ولكن يعني اغلب الكفالات عم بتكون من فاعلين الخير فقط. وفي احد دور الايتام اللي هو الاطفال اللي عم تشوفوهم هلا بهم مكفول بشكل كامل. حلو. طيب هذا الدعم عليه وسلط عليه الضوء لحتى نأمن الأيتام. بشكل عام مدينة الريحانية مليئة بالأيتام، سواء بالمنازل أو بسكن الأيتام، وللأسف ما مسلط الضوء عليهم. فأنتم تحتاجوا للدعم، يعني أكيد مثل ما ذكرت أنه في أكثر من طفل يتيم موجود يعني بريحاني، حتى ذكرت يمكن هي أكثر ولاية تركية بتواجد فيها الأطفال الأيتام، وأكيد أنه باحتياج التعليم، باحتياج الصحة، إلى جانب مثل ما ذكرت الأنشطة وأيضا موضوع الدعم النفسي. طيب يعني أكيد الموضوع الدعم النفسي هو شيء جدا مهم وكثير أنه حلو نحن نكون قريبين من الأطفال. هل ممكن اي حدا عم يشوفنا، ممكن يكون هو صانع محتوى، ممكن يكون حابب يساهم بشكل مادي معنوي، ممكن عنده موهبه، ممكن يعلم الاطفال او صنعه، كيف ممكن يتواصل معكم؟ اكيد اكيد. هلا اي شخص عنده شيء حابب يقدمه نحن بنأمن هذا الشيء. في عندنا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء صفحتي الشخصيه او صفحه الفريق، هيلب في تيم، هيلب HELBVTEEM. بتقدر تتواصل معنا او على صفحتي الشخصيه طلال زينه. بنأمن نحن لوجستيات قدومك على المناطق هي، وتوفيق ومقترحات لحتى تتنفذ هي الايتام. وابرز هي المشاريع اللي تم يعني اللي طلعت من هي الفعاليه هو افتتاح مقر صغير لهدول الايتام داخل الدار اللي هم موجودين فيها او السكن، لحتى نأمن لهم جميع المستلزمات اللي بيقدروا يعملوا فيها نشاطات بشكل مستمر. وايضا هي القطع اللي راح يعملوها راح يتم بيعها بمعارض فنيه باسطنبول، بالمناطق اللي فيها يعني دعم مادي اكبر. هذا الشيء عم بيكون بالتعاون مع فرق مختلفه، منهم فريق روح ورسم اللي استضفناهم اكثر من مره. صحيح. طلال، طب انتم مع مين بتتعاونوا بمدينه الريحانيه لتقدروا توصلوا للايتام وللاطفال؟ هل في جهات معينه بتتعاونوا معها؟
بشكل عام فريقنا المتواجد، فريقنا اغلبه من سكان هي المناطق، مناطق الريحانيه يعني تحديدا، فاغلبهم عندهم يعني عارفين المنطقه بشكل كامل لانه مهتمين بهذا المجال من سنوات، سواء مخيمات، سواء دور ايتام، سواء منازل حتى عم يتم زيارتهم، كلهم عم بيكونوا عن طريق الشباب اللي موجودين على ارض الواقع وبالمين. شكرا وعم كثير يتم لك. تفضل. فقط جهة رسمية من أجل العمل يكون بشكل قانوني داخل أراضيهم. كل التوفيق لكم. شكرا لك طلال الزيني، متطوع وصانع محتوى، كنت معنا من الريحانية. بدي أتشكرك على كل شيء قدمته للأطفال السوريين الأيتام موجودين بالريحانية. شكرا. شكرا لك، نهارك سعيد.